بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة الحث على طلب العلم ونصرة معتقد أهل الحق من نظم الإمام الأصولي الفقيه علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي رحمه الله. يقول الناظم رحمه الله: يقول أضعف العبيد الراجي مغفرة علي بن الباجي، الحمد لله على التوفيق لفهم ما ألهم من تحقيقي، وكم له من نعمة وجودي، أوله إفاضة الوجود، ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وعترته والتابعين بعدهم لسنته. اعلم فدتك النفس يا حبيب أن السعيد العالم الأديب، وهو الذي حوى العلوم كلها وفك مشكلاتها وحلها، كالفقه والأصلين والتوريث والنحو والتصريف والحديث والعلم بالتفسير والمعاني ومنطق الأمين والبيان والبحث واللغات والأخبار عن قصص الماضين في الأعصار والطب للأبدان والقلوب وكل علم نافع مطلوب، واستثبت المنقول منها ضابطا وحقق البرهان والمغالطا وسار في مسالك العقول على الطريق الواضح المعقول، فحقق الأصول والفروع مقيسها العقلي والمسموع، وانقاد طائعا لأمر الشرع في حكم أصل دينه والفرع، مجتهدا في طاعة الرحمن بالقول والفعل وبالجنان، مكمل الإيمان بالإحسان إلى جميع الإنس والحيوان كما يحوز الفوز بالجنان وحورها العين وبالولدان، وكل ما لم تره العينان وكل ما لم تسمع الأذنان، فانهض بأقدام على الأقدام إن كنت للعليا إذا مرامي، وشمر الساق عن اجتهادي مثل اجتهاد السادة العبادي، واستنهض الهمة في التحصيل من كل شيخ عالم فضيل، وارحل إلى من يستحق الرحلة خلف الفرات أو وراء الدجلة حيث انتهت أخباره إليك، فقصده محتم عليك، واطرح رداء الكبر عن عطفيك وقل لداعي العلم يا لبيك، وسع إليه ماشيا أو راكبا كما استطعت للتقي مصاحبا، تضع لك الأملاك من رضاها أجنحة وكم كذا سواها من سنة دلت على التفضيل وآية في محكم التنزيل، كإنما يخشى وخذ موزونا هل يستوي الذين يعلمون، وتوج العلم بتاج العمل مزين بحليه والحلل، فإنه له على الفحول من الرجال خلعة النحول، من سهر الليل على الأقدام بين يدي مصور الأنام، وإنه المقصود بالعلوم عند ذوي الفطنة والفهوم، وأخلص النية في الأعمال لصانع العالم ذي الجلال، فإنما الأعمال بالنيات وكونها لله خالصات، وليس يرضى ربنا عباده أشركت فيها معه عباده، فوحد القصد بها لله لا تكن عن قصده بالله، واعمر بذكر الله قلبا خاليا من غيره تنل مقاما عاليا، يذكرك في الأملاك فوق الفوق فانتهز الفرصة يا ذا الشوق، واغتنم الصلاة في الدياجي إن المصلي ربه يناجي، ودق بالجبهة وجه الأرض في الصلوات النفل بعد الفرض، يحببك ربي وتنل بحبه ما في الحديث من عطاء قربه، وما أجل ذا المقام وقتا حتى تجله وأنت أنت، فذا المقام فهمه يهول تعجز عن تحقيقه العقول، وقد علمت شطحة الحلاج في مقاله فإثره لا تقتفي، إن الطريق همة وحال تثمرها الأعمال للمقال، واسلك طريق العلم والأعمال كلاهما محقق الآمال، هما طريق الفوز لا محالة
يسلكها مشايخ الرسالة كالليث والجنيد والدينوري والعجمي والسري والثوري، جواهر الرجال في الوجود بعد النبيين لدى المعبود، تفز بأعلى الأجر والأحوال وأوضح الفتوح للرجال، وربما نلت المقام العالي بالكشف والتفريق بالمقال. حتى إذا قال الولي كن كذا، كان سواء كان نفعا أو أذى، بإذن ربه وطوع قدرته على سبيل فضله ونعمته، كذا أتى عن سالك الطريقة، وكن بذاك مؤمنا حقيقة، إذ مذهب السنة وهو الأحسن أن كرامات الولي تمكن، لأنها وإن تكن كالمعجزة فالخرق بالتقييد عنها محرزة، فيها التحدي دائما معدوم، وذاك فرق واضح معلوم، وكثرة الأخبار عنها مانعة، كذب الجميع فهي حتما واقعة، وهذه طريقة ظريفة ليست سخيفة ولا ضعيفة، كنسب إتيان السخاء لحاتم بكثرة الأخبار بالمكارم، وقد أتى بنقلها الكتاب واتضح الباطل والصواب، كقصة الخضر مع الكريم تحوي كرامات فخذ تفهيمي، مواهب تصدر عن كريم وعن قدير عالم حكيم، أسعد من أراد بالتقديم بفضله في حكمه القديم، سبحان من أنعم بالتكريم وقربه وفضله العميم، وما حكى من قصة لمريم وأنه يرزقها تكرما، يأتي إليها كل وقت رزق من عالم الغيب وذاك صدق، فهل بقي للاعتزال مستند من بعد ما بينته فيعتمد. وجاء في الآثار أيضا عن عمر من ذاك ما بين الرواة قد ظهر، سياحه بمنبر المدينة الجبل قصده تجد كمينه، يريد إرشاد الأمير سارية إلى مكايد الأسود الضارية، وفي نهاو دأتاه الصوت وكاد لولاه يكون الفوت، فأسرع الأمير بالسرية ممتثل الأوامر المرضية، فأدركوا الكمين خلف الجبل فاستأصلوه بالقنا والأسر، وامتلت الفلات بالجماجم وفاز حزب الله بالغنائم، وذاك فيه الكشف والتصريف العلم والأسماع يا ظريف، جل الإله مظهر العجائب على يدي عبيده الحبائب، من جاءه يمشي أتاه هرولة برغم أنف سائر المعتزلة، ينيل أولياءه الآمال وفوقها من يده تعالى، وما جرى لأحمد الرفاعي وشيخ كيلان كما سماعي، لما خطى في الجو فوق المنبر عشرا وعاد قائلا للحضر، عند ورود وارد شريف من حضر القدس بلا تكييف، على رقاب الأولياء رجلي والحكم الوارد للمستحلي، أجابه أحمد في الرواق في وقته المذكور يا رفاقي، معترفا لقوله بالصدق وشاهدا بقوله وعتقي، فقيل ماذا قال عبد القادر؟ قال كذا مقال صدق ظاهري، فأرخوا مقاله فكان في وقت شطح شيخنا نشوانا، كأنه من جملة الحضار يشاهد الميعاد بالأبصار، ما صده عن كشف هذا الحال بعد فجل مانح الأحوال، وذاك من كليهما كرامة على ارتفاع قدره علامة، وما أتى عن شيخنا السبتي وذاك أمر ليس بالمخفي، تأتي الكرامات على يديه سلام ربي دائما عليه، مهما أراد كان لا محالة من خالق سبحان من أناله، يقترح المرء شفاء عن مرض لأهله أو دفع ضر قد عرض، أو سقي بستان له أو زرع أو رد ما قد ضاع بين الجمع، يبذل شيئا من فتوح الفقراء يرى يسيرا حسب ما تيسرا، فيحصل المراد بالتلطف بلا تعسف ولا تكلف، كأنه أفعاله المعتادة وهذه لعمرك السعادة، لا الجاه والبنون والأموال
والخيل والحمير والبغال، جميعها على الفتى وبال، ومنتهاها أبدا زوال، بذاتها مشوبة بالألم، نعيمها مكدر بالنقم. فحل ما من بعد من حساب، ومن عقاب فيه أو عتاب، بل من سؤال منكر في القبر، ومن مواقف ليوم الحشر، وخفة الميزان بالأعمال، وخوف دقة الصراط العالي، وهول أحوال اللظى نيران. نعوذ بالله من الخسران، نسأل رب العرش والعباد، بالمصطفى الهادي إلى الرشاد، إلهامنا طرائق السداد، من قول أو فعل أو اعتقاد، وعفوه لنا وللأجداد، وسائر الأهلين والأولاد، والمسلمين حيهم والغادي، تحت الثرى في باطن الألحاد، من كل ذنب سالف وآتي، برحمة منه إلى الممات، فإنه المرجو والمأمول، والملتجى إليه والمسؤول، لا راحم سواه قط يقصد، ولا إله غيره فيعبد، كل إلى رحمته فقير، وفي يدي عقابه أسير، في كل ممكن له تقدير، وهو به وغيره خبير، وهو على ما شاءه قدير، والنفع والضر به يصير، لا مشبه له ولا نظير، ولا شريكنا ولا وزير، فرض قديم واجب بالذات، منزه بالذات والصفات، أرسل خير الخلق في الآفاق، مكملا مكارم الأخلاق، محمدا خاتم رسل ربنا، مبشرا ومنذرا ومحسنا، صلى عليه ربنا وسلما، ما لاح فجر طالع وكرما، وآله وصحبه الأخيار الطيبين السادة الأطهار.